من فلاك تي في مباشرة من القدس، معكم فراس حامد لأهم العناوين. رئيس الحكومة الإسرائيلي يهود أولمرت قال وصرح البارحة بأنه لن يحرر ولن يزيل من قائمة المطلوبين ما يقارب 110 بعد أن أصدر الإعلام الفلسطيني هذه الأقوال. والحكومة الإسرائيلية قالت أن هذه الأمور تقوم بالتنسيق مع حكومة أبو مازن. المساعدات الإنسانية ما زالت تصل إلى بيرو من جميع أرجاء العالم، وهذه المرة وزارة الخارجية الإسرائيلية تصرح بأنها سوف ترسل مساعدات إسرائيلية عن طريق طائرات إلى بيرو بعد الهزة الأرضية التي تكبدت هذه البلاد والتي أدت إلى إصابة عشرات وقتل آلاف من مواطني بيرو وكذلك من المواطنين الذين زاروا هذه الدولة. إسرائيل هذا الصباح صرحت بأنها سوف تنقل إلى قطاع غزة الوقود بعد أنه في الفترة الأخيرة في قطاع غزة وبالأخص تحت حكومة حماس لم يكن وقودا ولا كهرباء، فقد قال المواطنون بأن هناك كانت عمليات قطع كهرباء من فترة لأخرى. منظمة حزب الله ما زالت مستمرة بحربها النفسية ضد دولة إسرائيل، وهذه الميرة تصدر لعبة فيديو جديدة، لعبة للحواسيب عن حرب لبنان الثانية. وفي هذه الحرب نرى مراحل كثيرة فيها المقاومين من حزب الله يقومون باختطاف جنود إسرائيليين. إسرائيل هي دولة التي تستقبل القادمون الجدد من يوم إلى آخر، وفي هذه الأيام إسرائيل والحكومة الإسرائيلية تقوم برفع ميزانية القادمون الجدد إلى 100 مليون شاقل بعد أن قامت شكاوي كثيرة من القادمون الجدد بأن المعيشة في إسرائيل بعد قدومهم إليها صعبة جداً. الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية ما زالوا مستمرين بحربهم ضد منظمات الإرهاب، فقد ابتدأوا بفتح الإسلام في مخيم النهر البارد، والحكومة والإعلام اللبناني ينشر في الأيام الأخيرة بأنه اعتقل 100 من ناشطي القاعدة وكذلك الذين يتواجدون في لبنان منذ فترة طويلة. إنفو لايف تي في تقدم ملخص الأسبوع، الأحداث المهمة التي مرت في الأسبوع الأخير. إنفو لايف تي في تقدم خدمة نوعية ونادرة، أخبار حية من إسرائيل في هاتفك الخلوي. إنفو لايف تي في تطلعك في الهاتف على الأحداث المهمة في الشرق الأوسط. الأخبار موجودة بأربع لغات: عربية، إنجليزية، فرنسية والإسبانية. للوصول للخدمة زوروا الموقع infolive.tv. إنفو لايف تي في المحطة التلفزيونية الأولى في الإنترنت، والتي تبث بأربع لغات، والتي تبث على مدار الساعة من قلب التاريخ ومن قلب الحدث، من منطقة الشرق الأوسط ومن إسرائيل. إنفو لايف تي في هي المحطة التلفزيونية الأولى. إنفو لايف تي في تتواجد في كل مكان وتبث على مدار الساعة وعلى مدار الأسبوع، تنقل لكم الأحداث بكاملها. إنفو لايف تي في.